ce que nous vivons aujourd'hui. Vous le vivez en Espagne, j'ai vu comment les problèmes de sécheresse, c'était terrible. Hein, terrible. Et en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir l'Espagne comme pays. الدورة 16 ديالو في هذا السنة دورة تحت العنوان ديال الفلاحة والمناخ التركيز على الأنظمة الزراعية ولا ديال الأنظمة ديال الإنتاج اللي هي متأقلمة ومرنة فهذا الشيء كيجي في هذا السياق اللي كنعيشوه ديال الجفاف ديال ثلاث سنوات اللي هي جافة وبكل مقاييس صعبة ولكن جات من بعد 5 أو 6 ديال السنوات كذلك فوصلت لندرة المياه مناسبة باش يكون عندنا العارضين يهتموا بالتكنولوجيات والتقنيات اللي كتهم يعني المياه والتحكم في المياه والاقتصاد في الماء وكذلك التقنيات ديال التأقلم فيما يخص الأنواع ديال النباتات وديال الأشجار اللي كتأقلم ملتقى جد مهم بالنسبة العارضين يعني الأفارقة والعارضين يعني الدوليين باش يعرفوا كذلك بالفلاحة ديالهم وكذلك ملتقى باش المهنيين يتلاقوا بيناتهم وتكون يعني شراكات فيما يخص يعني لا الإنتاج ولا فيما يخص يعني التثمين ديال المنتوج الفلاحي مناسبة كذلك بالنسبة للتعاونيات المغربية واللي هي كتهم بال يعني التثمين ديال المنتوج المحلي واللي غادي عندنا تقريبا 500 تعاونيه اللي غادي تجي واللي يعني غادي تبيع اولا وثانيا غادي تعلم كيفاش خصها تبيع عندنا اسبانيا كضيف شرف واللي معي طبعا اختارينا اسبانيا لان عندها علاقات تاريخيه واقتصاديه وجاره وغادي يكون يعني مناسبه بالنسبه للمهنيين المغاربه والاسبان باش يتلاقاو كذلك باش يكونوا شراكات في المستقبل وكذلك الشركات الاسبانيه باش تعرض يعني المنتوجات ديالها وتعرفوا عليها لي عظيم الشرف اليوم باش نقدم لكم يعني ما هما التدابير المتخذه من اجل ان شاء الله انجاح هذه الدوره 16 كسابقتها هذه السنه هذه اللي كتميز ان شاء الله كدوله شرفيه ديال المملكه الاسبانيه ايضا كتميز بالتوسعه ديال المعرض يعني التوسعه ديال الاروقه من اجل ابراز يعني العارضين نعطيهم مساحه اكبر وايضا للزوار يعني فسحه احسن ايضا كاين تحسين جيد وكبير في الولوج للمعرض اللي كان ديما ملاحظات ديال الزوار ديال المعرض الدولي ديال مكناس ايضا هذه السنه ان شاء الله كننتظروا باش يكونوا الزوار كيفوقوا المعدات ديال الخمس سنوات الاخيره يعني كيفوق 930 الف زائر ايضا غنفوقوا 40 محاضره يعني مجموعه كبيره ديال اللقاءات اللي غتتعقد ما بين يعني مختلف الفاعلين في قطاع الفلاحه ايضا كيتميز بالقطب 12 هذه السنه اللي هو القطب ديال الفلاحه الرقميه واللي ان شاء الله يكون فيها مجموعه ديال الاجوبه للفلاحه اللي كيتسائلوا على التكيف مع التغيرات المناخيه. مكناس ان شاء الله سوف تحتضن الدوره 16 للمعرض الدولي للفلاحه بالمغرب اللي هو واحد ملتقى دولي سنوي الحمد لله هذه السنه هذه يعني كانت البدايه وكانت استباقيه وكان واحد الاشتغال ديال وزاره الفلاحه الدرجه الاولى السيد المندوب الجمعيه السلطات وكذلك المدينه بمجلسيها مجلس مكناس ومجلس مشور وهاد السنه تنظن بانه السيد الوزير جا في يعني مجموعه من الارقام اللي عطاها يعني 1500 عارض حوالي 500 تعاونيه ديال المنتوجات المجاليه حوالي انتظارات مليون زائره وزائر وهذه كلها يعني مؤشرات جد مهمه اللي تخلينا نشتغلوا يعني وناخذوا الاستباقيه بهذه المناسبه هذه وكاين مجموعه ديال الاوراش اللي كنشتغلوا عليها لا بشراكه مع المدوية المعرض ولا كذلك بشراكه مع السلطات المحليه لا فيما يخص التهيئه ديال الطرقات ديال المداخل ديال المساحات الخضراء.